دكتور أليسيا جندو اليوم موجودة معنا اليوم اختصاصية بالطب العائلي، بنحكي عن سلس البول الإجهادي أو الستريس انكونتيننس. أهلا وسهلا فيك. يا هلا. طبعا هذا موضوع كتير مزعج ومتعب، ما بعرف يعني خطورته، ولكن أيمتى ممكن يصير هالشي وشو هي عوارضه؟ هلا الموضوع مزعج لأنه بيأثر على الكواليتي أوف لايف. هلا ما عنده خطورة إذا المريض قدر يتعايش مع الموضوع، هو المشكل أنه بيصير وقت يتقدم الوضع يصير يأثر على نمط حياته للشخص، ما بيقدر يظهر، ما بيقدر يكمل فيزيكال اكتيفيتي العادة تبعيته لأنه ما عنده كنترول على المبولة. إمتى بتصير وشو بيكون أسبابها؟ وهل النساء والرجال اثنيناتهم بيتعرضوا لهالشيء؟ بتصير هو نتيجة الترويح بالبول، لانه يعني العضلات يلي حوالى المبوله ومجرى البول صار فيهم ترهل وضعف. يعني فيها تاثر النساء والرجال، بس بنعرف انه النساء اكثر من الرجال بكثير لانه الاناتومي تبع المراه غير، شكل المبوله والعضلات غير. الضعف عند النساء بالعضل كتير اقوى عند الرجال، فمن هيك بنشوف عند النساء اكثر، بس في يجي عند النساء والرجال. سلس البول في يكون عده انواع، نحن هون عم نحكي عن الستريس انكونتيننس، يعني وقت يصير في البول من دون اراده نتيجه ستريس على المبوله، يعني اي فيزيكال اكتيفيتي مثل عطسه، سعله او ضحك، سبار، عم بحط بريشر، هالضغط على المبوله لانه في ضعف بالعضلات حوالى المبوله، عم بيخسروا الكنترول، عم بيروحوا من البول. فالسبب هو ضعف بالعضل البلفيك فلور موسلز، والتريجر تبعيته بتصير بس وقت يكون في ضغط على المبوله. الولادات اذا عم نحكي عن النساء لكن اكثر، فاذا الولادات لها تاثير. مزبوط، وقت نشوف هاي الحاله عند النساء الصغار بالعمر بالثلاثينات الاربعينات الخمسينات، هون بطلت مشكل ضعف بالعضل مع العمر. مثل كيف تضعف عضله القلب وعضلات كل الجسم، بيضعف البلفيك فلور موسل، هاي بتصير مع العمر. بس وقت نشوف الحاله عند حدا صغير بالعمر، مره بتكون من نتيجه الولادات، اكيد بنسال اول شيء كم مره خلفت، واذا خلافه طبيعيه كانت او السي سكشن، كله بياثر. ففينا نشوف عند الصغار والكبار بالعمر حسب شو السبب التريجر يلي خلتهم يوصلوا لهالمرحله. فانا سن في هو تسرب بول لا اراده، ما فيه عوارض تانية واضحه هيدا بس أبداً بس أبداً هيدا أبداً. هو تسرب البول بس وقت نحط بريشر، ستريس انكونتيننس يعني وقت يكون في ضغط على المبوله، مش هن وقاعدين او عم يتمشوا او بحاله طبيعيه. هيدا العضل بيكون بس تعبان، ما بيكون فيه مشاكل تانية؟ لا، ما بيكون في مشاكل تانية، مش انه عندنا مشكل بالعصب يلي واصل على العضل، مش عندنا مشاكل مزمنه تانية مثل السكري وهيك عم بتاثر، هون بس ضعف بالعضلات، يعني المشكل الاساسي ترهل وضعف بعضلات الحوالى المبوله. ما في حلول؟ بلا، اكيد عندنا حلول. اول شيء بدنا نعرف قد ايه الاكستنت تبعيته، يعني قد ايه مأثر على حياه المريض، شو الاسباب، بنحل الاسباب ومنرجع. يعني وقت نحكي عن اسباب لنوصل لهون، مش الولاده بس، واحد منهم الفاجينال ديليفري عند النساء، بس عندنا السعله المزمنه معقول تعمل، يعني الناس اللي عندهم ربو كل الحياه وعندهم هالسعله المزمنه، او المدخنين عندهم سعله مزمنه، كل ما يسعلوا عم بحطوا بريشر، هالبريشر المتكرر على المبوله عم بتضعف من العضلات البلفيك فلور، فمنحل مشكله السعله. إذا كانت المشكل نتيجة بس ترهل بالعضل نتيجة عمر، بدنا نعمل لهم اكزرسايزز. فيكون بدينة، يعني خاصة وقت يكون الوزن الزايد بمنطقة البطن عم تضغط على المبولة والعضلات يلي حوالى المبولة، هنيك مثلا الحل بيكون لايف ستايل موديفيكيشن، ومنخفف من الوزن خاصة الوزن اللي على البطن بمنطقة البطن، فينا نكون عم نحل المشكل. فبنطلع على المريض قد ايه الاكستنت تبع المشكل، قد ايه مأثر على حياته اليومية،
شو الأسباب أو التريجرز اللي عم بيساهموا منحلهم بالأول قبل ما نفوت نعمل حيالة بروسيجر؟ إذا الولادات هي اللي هي السبب، بيكون في ضعف بالعضل، يعني الحل تبعيتهم يقوي العضلات، اكزرسايز البلفيك فلور ماسلز. فإذا في كان ينعمل اكزرسايز وقائية، تمارين وقائية قبل. مزبوط مزبوط، وهذا الشيء الهين واللي ما فيه خطورة بالمرض الستريس انكونتيننس، انه في طرق تنتجنب المشكل من خلال الاكزرسايزز. في كيجل اكزرسايزز معروفه هذا الشيء، خاصه معروفه بس ما هينه. ما هينه مزبوط، بس اللي بيتعود عليها والبدا كونسيستنسي مثل الجيم، يعني الشخص اللي بيروح على يعمل رياضه بالجيم اذا ما بيعمل 3-4 مرات بالاسبوع على وقت معين بعد اشهر ليشوف الفرق ولياخذ نتائج مهمه، مثل الكيجل اكزرسايز اذا ما عملت بطريقه كونسيستنت بأوقات معينة لفترات معينة ما بناخد نتيجة، لأنه بالنهاية عضلة عم نشغلها لنقويها. سو ما نهينا. هلا تطورت الطب، صرنا بال 2024 ما بقى بنحكي بالصعب، صار في اختصاصيين بهالموضوع، من حكماء لفيزيوثيرابيست بيشتغلوا اختصاصهم بالبلفيك فلور ماسل سترينثنينج، فيهم يعلموا. نحن بلبنان عنا هالاختصاص؟ صح، عنا هالاختصاصات بلبنان، صاروا بيعلموا المريض شو يعمل، بيعملوا سكادجول للبول، سكادجول باثروم سكادجول، اي متى بفوتوا على الحمام وكل هول القصص، قد ايه بياخذوا سوائل وقد ايه بفضوا، في نعمل هيدا الدايري بنسميها. باثروم دايري، بينعمل اكزرسايزز، بنعلمهم اهين طريقه يعملوا كيجل اكزرسايزز. في مكانات حديثه من دون جراحه، من دون وجع، من دون داون تايم، بنكون عم نشتغل على البلفيك فلور ماسلز تنقويهم، فبجلسات بسيطه فيها تكون عم تتخلص من المشكل نهائيا. واكيد وقت يصير الحاله كثير متقدمه ومؤثره على حياه الشخص، مش قادرين يعملوا كنترول، يعني مضروبه بالبيت بعمر هيدا لانه ما فيها تبعد عن الحمام ولانه عندها هالستريس انكونتيننس، اكيد فينا نلجا للعمليه. هي اخر حل، بس في جراحين اختصاصهم بال بس شو هو نوع العمليه؟ يعني نوع العمليه هو رفع المبوله. اوكي، في السلينج بروسيجر بينحط مش بعلو المبوله بالعمليه تيهدوها، من هيك الضغط ما بيأثر، ما بقى يرجع. صح، اذا ما قدروا يرجعوه بيقدر يرجع العضل، اذا ما قدرنا باللايف ستايل موديفيكيشن نحل المشكل ونرجع قوه العضل مثل ما كان قبل، في بروسيجر بجراحه بيقدروا يعلوا المبوله، يحطوا لها سلينج، يعني مثل كانه عم يحطوا لها سبورت بدل العضل. وهيدي بتنعمل يعني وخلص على العمر بالضاين؟ اكيد لا، ما في شيء للعمر بالضاين. في منهم بيعوزوا ريفيجنز، في منهم بتضاينهم البروسيجر لوقت معين وبيرجعوا بيعوزوا يرجعوا. وهي تعتبر جراحه كبيره او جراحه كبيره؟ مشان هيك عم بنقول هيدا اخر حل. اخر حل مزبوط، من يعني منبلش اكيد 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 لايف ستايل، اذا في وزن زايد بدنا ننزله، اذا في تدخين بدنا نوقفه، اذا في سعله مزمنه بدنا نحل المشكل بالادويه. بعدين بعد الكيجل اكزرسايزز، من بعد التقنيات الجديده بالمكانات بتنقوي عضلات حوالي المبوله، اخر شيء بنروح على الجراحه. شو الفحوصات اللي بتنعمل للتاكد من انه هيدا الوضع مزبوط؟ بدنا تشخيص مزبوط تنعمل البروسيجر المزبوط او يعني تنحل المشكل. التشخيص المزبوط بده يبلش بالعياده مع الطبيب، يلي عنا اسئله معينه بدنا نسالهم. اولا هن اذا في ولادات، كم مره خلفت المدام. ثاني شيء بدنا نعرف اذا بياخذوا ادويه، في ادويه معينه بتؤدي لارتخاء بالعضلات، بيكونوا هن عم ياخذوها لسبب ثاني بس عم بتاثر لهم، عم تؤدي لستريس انكونتيننس. بدنا نسالهم اذا في عمليات انعملت بالبطن أدت لضعف بالعضلات. يعني كل هول من بعد ما نقطع على هيستوري معينه
نعمل التشخيص المضبوط، نعمل فحص سريري النسوان معودين عليها وقت يروحوا عند الجاينيكولوجيست طبيب النسائي، بيطلب الحكيم من المريضه تسعل. هي واحد من الفحوصات، الفحص السريري بنسميه، تنعرف اذا في ستريس انكونتيننس، اذا على السعلة عم بيصير في ترويح بالبول او بنحس انه العضلات مش عم بشدوا بهالمنطقه بشكل مزبوط، فينا نشخص ونقول في ستريس انكونتيننس. اذا مع كل هول ما قدرنا نحط التشخيص مزبوط، في عنا يورو دايناميك تس. بالمرحله المتقدمه اكيد في فحوصات وصور معينه بينعملوا دايناميك صور تنشوف وين المشكل مزبوط بمجرى البول. دايناميك يعني هي وعم تشتغل المبوله. صح، هي وعم تشتغل المبوله. فاذا الاكسرسايزز التمارين يلي ممكن تكون عم تنعمل رح ترجع ترد العضل مثل ما كان، او على القليل تخليه يكون عم يعمل مزبوط. شغله مزبوط. في اوقات معينه بنرجع 100%، في اوقات معينه بنخفف من هالمشكل 50-60% لدرجه انه المريض ببطل مزعوج منها، بيقدر يعمل كنترول لفتره معينه، خلص بيظبط نمط حياته على هيدا الشيء، لانه ما فيها خطوره، مش اذا ما زبطناها بيقدر يؤدي لحاله وفاه او حاله اي مشكل اضافي على هيدا. فاكيد بيرجع للمريض قد ايه بده يتابع، قد ايه مزعوج من المشكل، بنروح لحل. هيدا الشيء مختلف عن هبوط المبوله ولا؟ مزبوط، هو واحد من القصص اللي بتصير مع ضعف بالبلفيك فلور ماسلز انه بيقشط المبوله، خاصه عند النساء، لانه قلنا انه بالاناتومي بشكل المبوله والبلفيك فلور تبع المراه هين ليصير في ارتخاء وترهل بهالعضلات، واللي حاملين المبوله هن هول العضلات. راح العضل، ضعف العضل، بده يقشط المبوله. هيدي اول يعني عارض هو سلس البول. مزبوط، ممكن يعني توصل لهبوط مبولي صار ضروري جراحه ولا كمان في بكيسز الهبوط المضبوط اللي بنقشعه بالفحص السريري؟ اكيد اكيد صار الحل، ما في حل ثاني. في حلول بسيطه عند المرضى اللي ما بيحملوا عمليه، بدنا نعرف انه العمليه فيها بنج، فيها داون تايم، فيها جرح لا باس به يعني. اكزاكتلي. فاذا المريض ما بيحمل عملية، ما فينا نبنج وما فينا نبقى بالمستشفى، فيها خطورة أكثر، في الطرق الثانية بنجربهم قبل، بس إذا المبولة قاشطة قاشطة وقادرين نقشعها بالفحص السريري، لا أكيد بنحول عند الجراح الطريقة اللي بتكون جراحة. التمارين الوقائية أهم شيء حتى لما نكون عم نوصل، أهم شيء على صحة السلامة. لازم الكل خاصة النساء على عمر بكير يتعلموا الكيجل اكسرسايز. دكتور أليسيا جندوريان أهلا وسهلا فيكي، اختصاصية بالطب العائلي، شكرا لك وللمعلومات. وقفي هلا ونرجع نتابع لايف.